بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، يقول: قوله، أي قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى حي لا يموت. فالشيخ هنا تعرض لصفة الحياة، وطبعا نذكر بأمر مهم عندما نتكلم في هذا العلم عن الصفات، نحن نتكلم عن صفات الله عز وجل، فنثبت لله ما أثبت لذاته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نطرد عن أوهامنا كل ما نتصوره من حياة المخلوقات. فمعنى الحياة لله عز وجل طبعا حقيقتها لا يعلمها إلا الله. حقيقة حياة الله وحقيقة ذاته وحقيقة صفاته، حقيقة كنهها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وإنما العلماء رسموها رسما وليس حدا، لأن الحد بالذاتيات، ولا يعلم ذات الله ولا حقيقة صفات الله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك رسموها فقالوا: الحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالقدرة والإرادة والعلم. نعم، هذا ما ينبغي أن نعلم عن الحياة. فالحياة ليس كما يتصور أحد من الناس مثلا كحياتنا، يتصور أنها روح في ذات. ما ينبغي للإنسان أن يتخيل ذلك أو أن يتوهم ذلك أبدا، فهذا شأن المخلوقات وليس شأن الخالق. فالله سبحانه وتعالى، بارك الله، تمام سيدي، ليس مركبا من ذات وروح. نعم. ولذلك أيضا من هذه الحياة لا تستدعي أن يكون كما عرفها بعض الناس أن يكون متحركا. بعض الناس ظنوا أن الحي هو من يستطيع أن يتصرف بذاته، أن يمشي وأن يجلس وأن يقوم وأن كذا. فالحياة أبدا لا تستدعي الحركة ولا تستلزم الحركة، بل يوجد في الكائنات كثير من المتحركات ولا تسمى حية. يعني يوجد كثير من الجوامد، يعني كل الأفلاك وكل الكواكب متحركة، تمام، ومع ذلك لا توصف بالحياة. فالحركة، الحياة لا تستدعي الحركة كما توهم، كما قلنا، بعض الناس بأن من به حياة يعني يمكن أن يمشي وأن يتحرك وكذا، لأن هذه الأشياء، الحركة والتغير والقيام والقعود، هذه حوادث تكون بعد أن لم تكن، وحاشا لله عز وجل أن تقوم فيه الحوادث. فإذا عندما نقول الله عز وجل حي،
نقصد بذلك أن طبعا كما أثبت لذاته سبحانه وتعالى وأن الحي من يقوم به العلم والإرادة والقدرة وغير ذلك من الصفات، ولا يعني الحي أنه مركب من ذات وروح وغير ذلك، كل هذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه. نعم. لذلك طبعا هنا الشيخ ما تكلم عن الحياة ما هي، وإنما تكلم عن دليل الحياة، ذكر هذه الآية التي تدل على علم الله وقدرته، وبعد ذلك لاحظوا ترتيب الآية، ما هو الشاهد في هذه الآية؟ بين أن الله عز وجل خلق ورزق ودبر بكامل الحكمة، وظهرت آثار حكمته وعلمه في هذه الصنعة، ثم بعد ذلك قال هو الحي، لينبهنا أن من فعل هذه الأفعال هذا يدل على ماذا؟ على علمه، ويدل على قدرته، ويدل على إرادته، وهذا لا بد أن يكون حيا سبحانه وتعالى. من قامت فيه القدرة والإرادة والعلم لا يتصور أن يكون ميتا، هذا الذي نستطيع أن نفهمه عن حياة الله عز وجل، أكثر من ذلك هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأننا كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نحن نتكلم عن ذات الله وعن صفات الله التي لا يدرك حقيقة كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قلنا هي تصحح صفة مصححة، ليست بروح كما يعني يتوهم الإنسان بالقياس على حياتنا نحن، ولا تستدعي الحركة، حيث قال بعض الناس إن من مستلزمات الحياة القدرة على الحركة، وأبدا أبدا لا يوجد تلازم بين هذين الأمرين. نعم. ثم الله عز وجل قال قبل الآية، الإمام الطحاوي رحمه الله قال وهو حي لا يموت، وهو حي. لماذا قال حي لا يموت؟ لأننا نحن عندنا حياة ولكن نموت، هذا تمييز لحياة الله عز وجل عن حياة بقية خلقه، فقد نوصف نحن بالحياة ولكن حياتنا موهوبة لنا من الله، ولذلك نسلب متى شاء الله أن يسلبنا هذه الحياة، تسلب ونرجع أمواتا. نعم. وهو حي لا يموت، أما حياة الله عز وجل، لأن حياة الله ذاتية وكذا سائر صفاته، فهو لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. الصوت ليس واضحا. ايه تمام. طيب الآن أحسن. طيب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فإذا المخلوقات تكون حية ثم تسلب الحياة، أما الله عز وجل، لاحظ هذا التمييز الدقيق، العلماء سبحان الله هذه التمييزات مهمة جدا، الله حي لا يموت، لأن
لأن ذاته وصفاته ذاتية ليست مكتسبة من أحد. نعم. الآن كل هذا الكلام سنقرأه بسرعة إن شاء الله عز وجل. كل هذا الكلام ما معنى؟ أتى بآية تدل على قدرة الله وإرادته وعلمه، وفي آخر الآيات الله يقول نعم هو الحي. فهذه الصفات تدل على وجود الحياة، لأننا كما قلنا الحياة تصحح لمن قامت به أن يتصف بهذه الصفات. لذلك قال لقوله تعالى، يعني والدليل على ذلك، نعم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. نعم، انظر الآن كيف سيحلل لنا هذه الآية. قال ففي هذه الآية دلائل من حيث العقل والسمع على حياته، نعم، سبحانه وتعالى، لأنه بدأ، لاحظوا كلام الإمام البابورتي الآن وارجعوا إلى الآية، نعم، لأنه بدأ بذكر الصانع. ماذا قال؟ الله، الله، وأتبعه بذكر الصنع بكلمة جعل، جعل، نعم، الله الذي جعل لكم الأرض، نعم، بقوله جعل لكم، ثم ذكر المصنوع بقوله الأرض، ثم ذكر دلالة المصنوعية، نعم، بقوله قرارا. طيب يوجد فرق بين الصنع والمصنوعية، ما هو الفرق بينهما؟ يوجد إيجاد ويوجد صنعة في الإيجاد، يعني بدون تشبيه، يوجد مثلا حجر ثم تجد هذا الحجر نقش عليه شيء، فالحجر يدل على الصنع، أما النقش فيه يدل على المصنوعية. مثلا يوجد ذهب خام، فعندما تأتي إلى ذهب قد نقش عليه ورسم عليه وكذا، تعلم أن هذا فيه مصنوعية، فالمصنوعية غير الصنع. تمام سيدي؟ فمثلا الله عز وجل خلق هذه الأرض، جعلها، ولكن إذا نظرت في ترتيبها تلاحظ ماذا؟ تلاحظ المصنوعية. نعم. ثم ذكر دلالة المصنوعية بقوله قرارا، أي جعلها مع سعتها وعظمتها على هيئة تقرون عليها وتفترشونها وتتعيشون فيها وهي مذللة لا تدفع عن نفسها، يعني الأرض طائعة لكم لا تؤذيكم، لو شئت أن تحرثها من أجل أن تزرع فيها أو كذا لا تدفع عن نفسها. الآن لو إنسان مثلا تريد أن تجرحه يضربك يبعدك، الأرض ماذا تفعل بها؟ تحفر بها نهرا تقول لك آمين، تضع فوقها بيتا تقول لها آمين، تقول لك آمين، تزرع فيها زرعا لا تقول لك شيئا. نعم، هذا معنى وهي مذللة على عظمها، نعم، وهي مذللة لا تدفع عن نفسها، وشق الأنهار فيها وأنبت أنواع الثمار منها. ثم قال والسماء بناء، أي سقفا محفوظا قائما في الهواء بلا عمد ولا علاقة، ولا علاقة، يعني السماء ليس تحتها أعمدة وليست معلقة من الأعلى،
هي قائمة هكذا، نعم، بقدرة الله عز وجل. ثم خاطب العقلاء في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم لينظروا في آيات ألوهيته وكمال قدرته وحكمته، فقال سبحانه وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم. وهم يعلمون، الإنسان يعلم، وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا نطفا سلت من صلب الرجل وترائب الأنثى، ترائب الأنثى يخرج من بين الصلب والترائب، نعم، وترائب الأنثى، ثم صارت النطفة في قرار مكين، نعم، في ظلمات ثلاث انقطع عنها تدبير الأبوين، تمام. الآن هي في ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، في ظلمات ثلاث، تمام. ما هي الظلمات الثلاث؟ البطن المرأة ورحم المرأة والمشيمة. ما هي المشيمة؟ الكيس، نعم نعم نعم، رقيق جدا هذا، في ظلمات ثلاث. هل تشك أيها الإنسان أنه قد انقطع تدبير الأبوين عنه؟ لا شك أنه قد انقطع. ما معنى؟ يعني الآن الأب ماذا فعل؟ وضع هذه النطفة وبعد ذلك لا يفعل شيئا، وأيضا الأم لا تفعل شيئا، ومع ذلك هذا المخلوق في هذا المكان يأتيه رزقه رغدا، بل كما قلت لكم يستطيع هذا بقدرة الله أن يطلب. طبعا يوجد كما قلنا من قبل بينه وبين أمه يوجد الحبل، من هنا الحبل السري، طبعا يأخذ من الأم الغذاء والأكسجين، يأخذ منها، ومن هنا أيضا يرجع الفضلات ويعني الهواء المستعمل والفضلات وكل شيء. وكما قلنا لو ما وجد الغذاء الذي يريده في دم الأم فإنه يطلب، نعم، والأم تشعر أنها بحاجة إلى بعض الطعام، ربما هي كانت من قبل لا تشتهي، فتشتهي أشياء في الحقيقة، في الحقيقة كما قلنا من قبل من الذي يطلبها؟ هذا الجني، نعم. يقول: ثم صارت النطفة في قرار مكين. سبحان الله، الله عز وجل يضعها في مكان يعني مكين، في قلعة حصينة، نعم، في ظلمات ثلاث انقطع عنها تدبير الأبوين، فدلهم على ربوبيته بآثار صنعه بقوله: وصوركم، إذ لا صنع إلا بالصانع. العقل، هذا العقل الإنساني لا يقبل أن توجد صنعة بدون صانع. طيب من الذي يصنع هناك؟ كانت نطفة فأصبح إنسانا كاملا بدماغ وعينين وأذنين وصدر وبطن ورجلين ويدين إلى آخره. من الذي صنع؟ من الذي صنع؟ يا أخي أنا لو وضعت لك قطعة من الخشب، قطعة من الخشب خام، ثم بعد يومين وجدتها كرسيا أو طاولة، هل يمكن هذا بدون صانع؟ أنا أعطيتك قطعة من الخشب أو الحديد أو كذا، ثم بعد يوم وجدتها طاولة أو بابا أو نافذة، ماذا يعني هذا؟ يوجد صانع. طيب من صنع؟ لو سألنا الأب، سألنا الأم،
تمام، يعترفون أنهم عاجزون عن ذلك. نعم، إذ لا صنع إلا بالصانع. هذه بدهية إخواننا، هذه من أوليات العقل. من يجادلك فيها يحتاج إلى عقل، لأن كما قلنا كثير من المناطق حتى من المتكلمين يقول أصلا العقل كما قلنا لكم ما هو؟ هو العلم بجواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. هذا هو العقل. من لا يعرف هذا، يعني مثلا من تقول له هذا القلم له صانع فقال لك لا 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 يمكن بدون صانع، هذا يحتاج إلى العقل، ليس له ذلك. نعم، إذ لا صنع إلا بالصانع. ودلهم على معرفة حكمته وعلمه بآثار الإتقان والإحكام بقوله فأحسن صوركم، يعني الله عز وجل خلقكم في أحسن صورة، في أحسن تقويم. هذا الأمر يعني كلما ازداد الإنسان علما وكلما ازداد عقلا أدرك حسن الصنعة. كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بحكمة الصنعة. ولذلك هذا يوجد رجل مات منذ فترة، ملأ الدنيا باسمه، هذا الرجل الفيزيائي ستيفن هوكينج أظن اسمه. نعم، للأسف ما نفعه علمه، ما نفعه. هو أكثر إنسان يعلم أن هذه الأشياء لابد لها من خالق وصانع. عندما كان يصل، نعم، هذا الكون مرتب من الذرة إلى المجرة كله مرتب، عندما يسأل من الذي رتب هذا الترتيب يسكت، لا يمكن هذا الكلام، لأنه ملحد كافر، ما بقي أمامه إلا أن يعترف بوجود الله. يعني بعضهم يقول نعم نحن لا نعلم الجواب، لكن كل شيء نقبله إلا أن يكون هنالك خالق. طيب ما أصل هذه الأشياء مع أنها كلها مخلوقة ومرتبة في غاية الدقة؟ هنا يسكتون، يعترفون بأن هذا الكون لا يستطيع البشر أن يفعلوه، هنالك قدرة فوق هذا المستوى هي التي فعلته. فبعض الناس يهتدون بهذا السبب إلى الله، وبعض الناس يدعوهم عنادهم إلى السكوت، لا يجدون تفسيرا علميا إلا السكوت، وهذا ليس تفسيرا علميا، وهم يعلمون. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك نسأل الله أن يكرمنا بالعلم النافع. العلم إما أن يكون حجة لنا أو حجة علينا. نعم، أي أحسن تركيبها منتصبة، يعني ليس الإنسان مثل الحيوان يمشي على أربع، منتصب يمشي على قدمين. نعم، منتصبة قامتها غير منكسة، ليس كالحيوان يمشي هكذا. نعم، وأبدع في بدنكم من القرن إلى القدم، من الرأس إلى القدم، وأبدع في بدنكم من القرن إلى القدم أشياء يتحير العقل في إدراك كنه حسنها. إلى الآن إخواننا، إلى الآن العلماء والأطباء يدرسون جسم الإنسان ليس روحه، هذا فوق طاقتهم. إلى الآن ما زالوا يكتشفون في الإنسان منذ أكثر من مئات السنين جسم الإنسان وعقله ودماغه وقلبه وأعصابه والأجهزة التي فيه
جهاز التنفس وجهاز الهضم والغدد الموجودة فيه والآلات، الكبد. لاحظوا أيها الإخوة، الكبد مثلا، الكبد يوجد الآن، تعرفون، بدل الكلية، نسأل الله السلامة، من فشلت كليته تمام ممكن يذهب إلى المستشفى يغسل. صنعوا جهازا كبيرا كبيرا يستطيع أن يقوم بعمل الكلية، لكن هذا العمل يغسل لك كل 3 أيام مرة. الكلية تغسل جسمك كل يوم أكثر من 100 مرة. نعم، هذه الكلية. أما الكبد فما استطاعوا أن يجعلوا آلة تقوم مقامه. والله أنا سمعت من الدكتور اسمه مصطفى محمود، كان عالما في الدين وعالما في الطب وكذا، يقول لو أرادوا مثلا بدل الكلية صنعوا جهاز كبير، لو أرادوا بدل الكبد أن يصنعوا آلة لا يكفي بحجم الكرة الأرضية، بحجم الأرض لا يمكن أن يوجد جهاز يقوم مقام الكبد. نعم، البني هذا لونه، نعم هذا الكبد. طبعا هذا لا يعيش الإنسان بدونه، لا يمكن أن ينقل من إنسان إلى إنسان لأنه لا يعيش بدونه. يمكن الآن يوجد عمليات يأخذون جزء من الكبد يزرعونه في إنسان آخر، ممكن ينمو وكذا بقدرة الله عز وجل. إذن يتحير العقل في إدراك كنه حسنها، في إدراك حقيقة حسنها. نعم، وركب فيكم العقل الدراك. نعم، ثم ذكرهم الذي يدرك، يعني المدرك. العقل إخواننا يختلف عن الحواس، الحواس يشترك فيها الإنسان والحيوان، يعني أي حيوان له حواس، يحس، لو ضربته يشعر بالألم، لو رأى نارا يعلم أنها نار، لو رأى ماء يعلم. أما قدرة العقل شيء آخر، العقل يرتب المعلومات ليصل إلى المجهولات. نعم، نظر العقل هذا نعمة اختص الله عز وجل بها الإنسان فقط. نعم، الجن طبعا له عقل. نعم، الجن طبعا له عقل. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي كل مخلوق بحسب ما يكلفه. لاحظ سيدي، الملائكة الله عز وجل عرفهم بذاته بدون نظر، يعني ما أمر الله عز وجل الملائكة أن ينظروا في المخلوقات ليعرفوا وجود الله، فالملائكة يعرفون الله ويعبدون الله عز وجل يعني بشكل فطري. فلذلك لا شك أنهم عقلاء، ولكن عقلهم لا نعلم، نحن حقيقة عقلنا لا نعرفه. ماذا قال صاحب الجوهرة بعد أن قال ولا تخط في الروح إذ ما ورد نص من الشارع لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند، ثم قال والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا.
فنحن لا نعلم حقيقة العقل. يوجد خلاف كبير بين الفلاسفة والمتكلمين في عقل الإنسان ما هو وأين إشراقه، وهل إدارته من خارج، هل هو جسماني أو هو ليس جسمانيا، يعني خارج الجسم، هل هو مجرد من المجردات أو من الماديات، أو هو عرض، أو هو جوهر لكن مجرد عن المادة، أو هو جوهر جسماني. فيه خلاف، اقرأوا، تعرفون هذا الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. لكن نعلم أن عقل الملائكة يختلف عن عقل الإنسان. بحسب ماذا؟ بحسب التكليف. فنحن كلفنا، عرفنا، لا نحن كلفنا عفوا أن نعرف الله بهذا العقل. نحن كلفنا. فهل الملائكة كلفوا أن يبحثوا عن الله، أم أن الله عز وجل خلقهم عارفين به؟ يوجد فرق. ثم كلفهم بعبادته، ولكن عبادتهم لله عز وجل ليس فيها كلفة، فهم يعبدون الله عز وجل بالفطرة بدون تكليف. تمام سيدي. أما الإنسان كلف أن يعرف الله. الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالجن والإنس والملائكة من العقلاء ولا شك، ولكن عقل الملائكة، أنت تسألني ما الفرق بين عقل الملائكة وعقل الإنسان، لا شك أنه يوجد فرق. أما عندما نعرف عقل الإنسان سنفكر أن نعرف عقل الملائكة، ثم بعد ذلك سنفكر في التفريق فيما بينها. يا شيخ فاروق، تمام، ما علاقة هذا بهذا؟ يعني الآن ما هي النفس؟ ما هي الشهوة؟ ما هو العقل؟ تمام سيدي. فأنت عندما نتكلم عن العقل المدرك، لا نتكلم عن النفس الشهوانية أو النفس. أصلا الإنسان ما هو؟ الإنسان ما هو؟ شيخ إسماعيل، هل الجسم له علاقة بالإنسان أو ليس له علاقة؟ يعني الآن أنت إنسان، جسمك له علاقة بإنسانيتك أو هو شيء آخر؟ إذن أنت تخالف الإمام الرازي. نعم، وهكذا. يعني هذه الأمور، السؤال الآن الذي سئل، العقل هو المدرك في الإنسان، تمام. فالعقل الذي به، وطبعا بخلق الله ندرك الأشياء، هذا العقل في الملائكة موجود. أما النفس بمعنى الأمارة بالسوء أو الشهوانية موجودة فينا وهي غير العقل. بعض العلماء يقول النفس، تعرف ما هي؟ اسمع سيدي، يوجد جسد ويوجد روح، والروح غير الجسد وغير النفس. اسمع سيدي، عندما تقترن الروح بالجسد تنشأ النفس. عندما تقترن الروح بالجسد، لماذا؟ عند ذلك يصبح هذا الجسد حيا، وعند ذلك يشتهي وتصبح له أهواء وكذا. فالنفس ها هي، يعني النفس هي عبارة عن اقتران هذا الروح بذلك الجسد. نعم، طبعا نحن لا نريد أن نتوسع. الإمام الغزالي في كتاب محك النظر تكلم حد، أو حاول أن يحد، سئل ما هو حد الروح، فذكر مذاهب الناس في هذا وتكلم كلاما طويلا. الآن ليس بحثنا هذا، إن شاء الله عندما يكون مناسبا نتكلم فيه.
نعم. ثم ذكرهم بعد أن ذكرهم بهذه الخلقة، نعم، ثم ذكرهم بنعمه عليهم فيما تقوم به أنفسهم. أيضا أنت يا شيخنا، أنت لست كما قال الإمام ابن عطاء الله السكندري، نعمتان لا يخلو عنهما مخلوق، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أنت ليس فقط الله عز وجل أوجدك ويمدك، لذلك بعد ذلك قال ورزقكم من الطيبات، نعم، أي رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرض، لأنه أخرج منها نباتا مختلفا فجعل أطيبه وألينه رزقا للبشر، وسائره يعني الباقي رزقا للدواب، رزقا للدواب. وسبحان الله، كل نبات يكون في المكان الذي يناسب الحيوانات الموجودة في هذا المكان. فسبحان الله، الجمل مثلا لأنه يمشي في الصحراء يستطيع أن يأكل الشوك ويجده لذيذا. يوجد ترتيب. والله اليوم أنا سألت أولادي، كان يوجد عظام على الطعام، قلت أنا دائما يقولون يعني الكلب يأكل العظام، يصورون الكلب ومعه عظام، هل حقيقة الكلب يأكل العظام؟ يستطيع؟ دائما يصورون الكلب ومعه العظام، فهل يستطيع أن يكسرها وأن يستطيع؟ نعم. إذن الله زوده بأسنان مثل الماكينات، الله أعلم. نعم. فهذا كله ترتيب إلهي سيدي، كله ترتيب إلهي. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. نعم. ثم قال ذلكم الله ربكم، أي الذي صنع بكم هذا هو ربكم لا رب سواه. هذا هو الله. من يسأل من هو الله؟ من تعبدون؟ نحن نعبد الذي صنع هذا الصنع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن نعبد من يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الذي صنع هذا الصنع، الذي لا أقوى منه ولا أعظم منه ولا رب سواه. هو خلقنا وهو الذي يستحق منا أن ندين له بالعبادة. من كان عنده رب آخر غير الله خلقه فليأتي بدليله. نعم. ثم قال، هنا الشاهد، الآن نحن نتكلم عن الحياة. ثم قال هو الحي لا إله إلا هو. علمهم الاستدلال أن الفعل المحكم لا يتأتى إلا من حي قادر عالم، إذ من ينسب مثل هذه المصنوعات إلى ما ليس بحي يكون مجنونا خارجا عن عداد العقلاء. وكما يستدل بالفعل المحكم عن كون الفاعل قادرا، يستدل به على كونه حيا، إذ الحياة شرط ثبوت القدرة. هذا الكلام الذي قلناه في أول الدرس، وما كان بعض الإخوة ما كانوا موجودين، نكرر بسرعة. الحياة، هذا الكلام يستدل بالفعل وبالعلم على كونه سبحانه وتعالى حيا. فالحياة لا تعني روحا مركبة في شيء آخر كما نظن، وإنما الذي نستطيع أن نعرفه عن الحياة أنها تصحح لمن قامت به الاتصاف بالقدرة والعلم والإرادة. نعم. وفي قوله، لاحظوا، في قوله هو الحي ماذا استعملا؟ عرف الحي واستعمل الضمير، تمام؟ هو الحي، ماذا يدلنا في اللغة هذا؟ يدلنا على الحصر،
يدلنا على الحصر، هو الحي، غيره ليس حيا. لماذا؟ لأن حياة المخلوقات مستمدة، نعم، مستمدة من خلقه، نعم، وليست مستمدة من روحه كما قلنا في الدرس الماضي. لا يجوز هذا. قلنا يعني إذا قلنا كما قال الله تعالى ونفخت فيه من روحي لآدم، ليس الله عنده روح أعطى جزءا منها، حاشا، هذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا ليس من عقائد المسلمين. نعم، وفي قوله هو الحي إشارة إلى أنه هو الحي المطلق الذي حياته بذاته، يعني حياته ذاتية ليست مستمدة من غيره، وإلى أن، يعني إشارة إلى أن حياة غيره عارضة مستفادة من فيضه من كرمه وخلقه. فهم المخلوقات أحياء بحياة هي من غيرهم، فلذلك يحل فيها الموت بآفة. فأما حياته بذاته، نعم، فيستحيل أن يحله الموت، إذ الواجب بذاته الأزلي لا يزول، وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني إذا يقول ابن عطاء الله السكندري، إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. نحن نطلب العز ممن؟ مثلا يكون نعرف إنسانا مسؤولا وزيرا كذا فنستعز به، يموت فيذهب عزك، نستعز بالمال، نستعز بالمال يفنى. فلذلك ماذا قال؟ نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى عزك دائما، نعم، أي أبدا، إذ من ثبت قدمه استحال عدمه. نعم، ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله قيوم لا ينام. كما قال حي لا يموت، فلا يموت تمييز حياة الله عن حياة المخلوقات. فنحن أحياء ولكن نموت، والله حي لا يموت. أيضا أنت ممكن أن تكون قيما على شيء، ممكن. أنا الآن، اسمع سيدي، أنا الآن أحمل هذا القلم، فالآن القلم محمول لي، تمام، لكن لا يمكن أن أبقى أنا حاملا للقلم دائما، لأني لا بد أن أنام. وإذا نمت، لاحظوا لماذا ربط الكلام، وإذا نمت لا أكون مقيما له، بقيت يوم يومين ثلاثة أيام أشرب قهوة وشاي حتى لا أنام أو كذا ثم سأنام، لا. فإذا أيضا هنا قيوم، ما معنى قيوم؟ كل المخلوقات هو مقيمها. ما معنى مقيمها؟ أي هو خالقها وهو الذي يمدها ببقائها أبدا، دائما وأبدا. شيخنا، هذا الكرسي يبقى، صنع، وجدت مادته وصنع، الآن هو باق بإبقاء الله. لو الله عز وجل يمسك عنه، عن هذا الكرسي أو هذا أو أنا أو السماوات، لو يمسك إبقاءه لها لحظة واحدة تفنى. ماذا قال الله تعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أبدا. فالله كل المخلوقات الله عز وجل أوجدها ويمدها
بإبقائها لحظة فلحظة. العرش، لو الله عز وجل لا يمده بإبقائه لحظة يفنى العرش والسماوات والملائكة وكل شيء. أنت الآن، طبعا لا يظن الإنسان أن الله خلقه له العين وخلق فيها قوة وقال له أنت تبصر الآن. الله يمدك بالإبصار لحظة فلحظة، ويمد جسدي بالبقاء لحظة فلحظة، والله يخلق كلامي هذا لحظة فلحظة. طبعا تخيلوا كم يوجد من المخلوقات، كم ملك يوجد؟ طبعا لا نعلم، لكن لو قلت بمئات المليارات فهو أكثر. كم شجرة توجد؟ كم ورقة شجر يوجد؟ كم كوكب؟ كله يمده الله عز وجل ببقائه وخلق حركته وسكونه. يعني الآن خذ شجرة واحدة، كم ورقة فيها يا شيخنا؟ كم ورقة في شجرة واحدة؟ كل ورقة كل ثانية تكبر ويأتي هواء يحركها. خذ شجرة واحدة ويأتي هواء يحركها وتأخذ ماء من الأرض ويحصل حوادث كثيرة في شجرة واحدة، كله بخلق الله. فكم شجرة يوجد؟ ثم كم إنسان يوجد؟ ثم كم من الأسماك يوجد؟ عندما تتحرك كل سمكة الله يخلق حركتها، وعندما تتحرك السمكة وتحرك الماء الله يخلق حركة الماء، ولا يحدث شيء إلا بخلق الله. هذا مع قيوم الله عز وجل، قيوم السماوات والأرض. الطائر عندما يطير من يحمله؟ الله. بعض الناس ماذا يقول؟ يظن جناحاه تحمله. فالله عز وجل نبهنا من هذه الغفلة. ماذا قال الله عز وجل؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا. طيب تمام، يقبضنا، ما بقي جناح الآن. ما يمسكهن إلا الرحمن. لاحظ، انظر نهاية الآية. فممكن يسأل سؤال، إنسان يسأل سؤال، طيب كم طائر يوجد؟ كم من الأشجار من الناس؟ هل الله كلما أراد الطير أن يتحرك وحيوان أن يتحرك وإنسان أن يتحرك وسمك أن يتحرك وشجر أن يتحرك وذرات الماء أن تتحرك والأشجار أن تتحرك، هل الله يحركها؟ ماذا قال في آخر الكلام؟ إنه بكل شيء بصير. فكل شيء أسيادنا الله عز وجل قيوم. ما معنى قيوم؟ هو قائم بذاته ومقيم لغيره، قيوم. نعم، طبعا أخذتم في الشروح يعني العقيدة معنى القيام بالنفس. أولا أن الله عز وجل لا يحتاج إلى محل، يعني الله ليس معنى يحتاج إلى محل، لأن المعنى لا يقوم إلا بمحل. فأولا الله ذات، ولا نقصد ذات، استغفر الله، لا نعني بذات جسم. يا أخواننا الذات أعم من جسم. نعم، فالله ذات له صفات قائمة به، فهو ليس معنى أو صفة حتى يحتاج إلى محل. هذا المعنى الأول من القائم بالنفس. الثاني وجوده ذاتي لا يحتاج إلى من يوجده أو يخصصه. هذا معنى نعم قيامه بالنفس.
لكن هذا قائم بالنفس، قيوم، هو قائم بنفسه ومقيم لغيره، باقي الأشياء هي قائمة بإيجاد الله وبإمداد الله وبتدبير الله. نعم، لذلك قال قيوم لا ينام، لأن القيوم قيوميته دائمة. لو كان ينام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بماذا استدل أن هذا الكوكب لا يصلح إلها؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف هذا رب هو يدبرنا ويغيب الآن؟ إذا يغيب من يدبرنا الآن؟ الإله لا يصلح أن ينام أو يغيب. أيه؟ يمكن لله تعالى أن تقطع إمداده على مخلوقاته؟ أن يقطع إمداداته عن مخلوقاته؟ يعني سؤال غريب، يعني الإمداد يوجب، هل يوجب العلم الإمداد عندما خلق الله تعالى المخلوقات دائما يمده؟ إذا هذه يوجب العلم، كيف معتزلة يعني يقول ليس لله تعالى، ليس على الله تعالى العلم بكل شيء؟ العلم بالجزئيات تقصد، أن الله عالم بالكليات، لكن هذا كلام الفلاسفة. المعتزلة ينكرون صفة الصفات، لكن لا ينكرون أن الله عالم. تمام؟ المعتزلة يثبتون العالمية والقادرية والمريدية لله، لكن ينفون صفات المعاني، يثبتون الأحوال، يسمونها بالأحوال. أما بعض الفلاسفة يقولون الله عالم بالكليات وليس عالما بالجزئيات، حتى لا ينقلب علمه جهلا لو كان عالما بالجزئيات، حاشا وكلا. فأما سؤالك أن الله عز وجل عقلا يمكن أن يقطع إمداده عن كل المخلوقات، يعني هذا الكون كله عقلا لو ما ثبت في الكتاب والسنة أن هذا العالم سيدوم والناس سينقلبون، يعني لا أقصد كل العالم، أقصد البشر والجن، سيدومون إما في الجنة وإما في النار. تمام؟ لو ما جاء هكذا ممكن الله عز وجل يقطع إمداده عن العالم فيكون العالم عدما ولا يوجد شيء أبدا أبدا، لأن الله أصلا غني عن كل ذلك. الله عز وجل هل يمكن أن يقطع الله إمداده عن خلقه؟ طبعا عن بعضهم وعن كلهم، لكن هذا عقلا. أما نقلا الله عز وجل أخبرنا أنه سيبقي الجنة والنار وسيبقي الإنسان وسيبقي الجن خالدين إما في الجنة وإما في النار. فإذا ما أجبتك عن سؤالك بين لي. تمام؟ وجد الأمر؟ تمام. لن أطيل عليكم، أنا عندما انتهى نقف إذا تحب. لا حتى المغرب؟ لا، ليس حتى المغرب، وإلا سيتركون. لا فإذا عندكم سؤال اسألوا، ما عندكم سؤال نكمل هذه الفقرة إلى قوله خالق بلا حاجة. فإذا عندكم سؤال تستفيدون منه إن شاء الله أو نستفيد منه اسألوا. طيب نقرأ بسرعة. قيوم لا ينام، قلنا معنى القيومية أن الله قائم بنفسه ومقيم لغيره. القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، وقيل هو الحافظ، وقيل القائم بتدبير أمر الخلق،
وقيل القائم بذاته المقيم لغيره. أرجع أقول القائم بذاته، يعني لا هو ذات سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محل، ليس صفة، ليس معنى. هو الوثنية إخواننا، اسمع، الوثنية، تعرف ما معنى الوثنية؟ الوثنية يعبدون شجرة أو يعبدون نهرا أو حجرا. فأنت لو قلت له طيب أنت تعبد صنما، يقول أنا لا أعبد الصنم لكن الإله حل هنا، هكذا يعتقدون. فإذا فحاشا لله عز وجل أن يكون صفة أو معنى يحتاج إلى محل. هو ذات طبعا منزه عن التحيز، لأن الذات لا تعني جسما كما قلنا. ووالله من يساوي بين الذات والجسم ما عرف الإله أبدا، ولا يظن الإله، استغفر الله، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. نعم، المقيم لغيره. فكل المخلوقات أولا مخلوقة لله ودائمة بالله. نعم، قوله لا ينام نفي للنوم والسنة. سنة أول النوم، أول النوم اسمه سنة، مثل الشيخ يوسف الآن تقريبا، هذا إيه اسمه سنة. لا لا والله أمزح فقط. نعم، نفي للنوم والسنة والسهو والغفلة عنه. إذ النوم فترة، فترة يعني ضعف وانقطاع، فترة انقطاع. نعم، إذ النوم فترة تعتري الإنسان فتمنعه عن استعمال الحواس والجوارح، والله تعالى منزه عن ذلك. ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما، كيف يعني هو قيوم، كل شيء يحتاج إليه، فيلزم ألا ينام، هذا من لوازم كونه قيوما ألا ينام. لماذا؟ لأن أثبتنا أن كل شيء قائم بإقامة الله له. فلو استغفر الله هذا الإله نام أو غفل أو انقطع تدبيره للكون، لا يبقى الكون، يعدم. نعم، هذا معنى التلازم. لأن ولأن نفي النوم من لوازم كونه قيوما، لأن جميع الأشياء قائم به. هنا أحيانا يحصل الفهم الخطأ، يفهمون الحلول، لأن جميع الأشياء قائم به، ليست قائمة به يعني موجودة به، يعني موجودة بخلقه وبإمداده، وليس قائمة به أن السماوات والأرض وكذا جزء من الله، هذا حلول وهذا كفر. نعم، لأن جميع الأشياء قائم به، ما معنى أكرر؟ موجود بإيجاده، مستمر بإمداده، هذا معنى قائم به. فلو يعتريه النوم لفسد نظام العالم. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلذلك لأن عدم النوم من لوازم القيومية، فلذلك قرن القيوم بقوله لا ينام، لأن هذا ملازم لهذا. نعم، تفضل. إيه. ولعلنا نرى أنه يستمران على هذه الطريقة حتى الموت. إيه. فكيف يعني نفهم هذا الأمر؟ نعم، يسأل أخونا. نحن دائما الناس دائما، اسمع يا سيدي، والله هذا مهم، عندما يرون الله عز وجل أعطى لإنسان شيء لم يعطه للآخر مباشرة يسألون،
لاحظوا طبعا ليس أستاذنا الكريم الذي لا أقصده، لكن عموما كأننا يا شيخ إسماعيل الناس كأن الناس يريدون أن يحاسبوا الله، لماذا يفعل كذا؟ ينبغي أن نعلم أنه ليس لأحد حق على الله عز وجل، هم عباده، خلقهم من لا شيء، وهو يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله لن يدرك معنى العبودية لله إلا من أدرك هذا المعنى. تعرف ماذا قال لي بعض الناس؟ والله قال لي الله يمتن علينا بأنه يطعمنا ويسقينا هذا واجبه. انظر انظر الغفلة والجهل. يقول طبيعي، يعني هو خلقنا يجب أن يطعمنا، يعني والله خلقنا ها، ثم يقول أنا أطعمكم أنا أرزقكم أنا كذا، أستغفر الله. فيقول هذا الإنسان طبيعي، لماذا؟ فهذا ما عرف نفسه حتى يعرف ربه، يظن أن له حق عند الله عز وجل. من أنت؟ من المخلوقات كلها؟ لو الله عز وجل كل هذا الكون قال له كن عدما، ما هو الحق لنا على الله عز وجل؟ لذلك نحن نقول من هنا نعلم أن كل شيء يكرمنا الله به هو تفضل. حتى عندما يدخلنا الجنة يستطيع الإنسان يقول يا أخي بعملي أنا صمت وصليت وكذا، أصلا أنت مملوك لله. لو خلق الله عز وجل مليارات الناس وجعلهم يصلون ويصومون بإرادتهم أو بدون إرادتهم ثم قال لهم كونوا عدما، ما يعني ما هو الحق الذي لهؤلاء العباد على الله؟ هم خلقه وإمداده وعطاؤه وإكرامه. كل إنسان يظن نفسه، حتى بعض الناس يحاسب إذا حصلت معه مشكلة، لماذا الله يفعل معي هكذا؟ والله بعض ما الناس جاهلون منهم حقيقة. فسيدي نحن المخلوقات كلها، سأجيبك عن سؤالك لكن مهم أن نفهم هذا المعنى، نحن عبيد مخلوقون لله عز وجل، خلقنا وهو كرمنا وهو قال اعملوا هذا العمل وسأثيبكم في الجنة، هذا كرم من الله، وليس لأحد حق على الله لا في الإيجاد ولا في الإمداد ولا في شيء أبدا. انتهينا من هذه. ها ما هو العدل يا شيخ الإسلام؟ العدل أن لا يتصرف المتصرف في ملك الغير. هذا العدل. فإذا كانت كل المخلوقات مملوكة لله، فلو فعل ما فعل هل لا يكون عدلا؟ أصلا الظلم لا يتصور في حق الله مهما فعل. لو وضع الصالحين في النار والعصاة في الجنة لا يتصور من ملكه، خلقه، عباده، لا يتصور ظلم من الله. ما يفعل؟ إما عدل لأنه يتصرف في ملكه، وإذا أكرم يكون فضلا. قل يا أستاذ إسماعيل جاوبونيها، عندما السؤال جوابي لا يكون مقنعا قل لي علمني أستفيد منك. في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، إذا كان لا يتصور. فهمت سؤالك سأجيبك، يعني أنا يقول الله أنا ألزمت ذاتي أن لا أفعل
ما تعتبرونه أنتم ظلما، حتى ما تظنونه أنتم ظلما أنا حرمته على نفسي. لذلك ترد هذه للمشاكلة. لذلك بعدها ماذا قال؟ إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا. فذكر للمشاكل مثل ويمكرون ويمكر الله، تمام. فالله لا يتصور منه المكر الذي نعرفه نحن. وهكذا فسيدي الله عندما يقول حرمت الظلم على نفسي، فأنت تقول لا بد أن يكون الشيء ممكنا ثم يحرمه الله. يقول هذا بحسب، مثل أنا سأعطيك آية الآن في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله قال أنا علي، الله يقول إعادة الخلق أهون من بدئه. هل هذا الكلام يجوز حمله على الحقيقة؟ يعني يوجد شيء أهون وشيء أصعب؟ قل لي هل يعني الإعادة سهلة أما الخلق من الأول صعب على الله؟ يجوز هذا؟ لا. لماذا قال وهو أهون عليه؟ أي يقول لمنكري البعث أنتم عندكم بدء الشيء أصعب من إعادته. يعني أنا أقول لك شيخنا أوجد لي سيارة من العدم، هذا أسهل؟ أو أقول أفكك لك سيارة أقطع ثم أقول لك جمعها ركبها؟ الأول أصعب. هذا عندكم، فأنتم تؤمنون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأنتم تؤمنون يا شيخ إسماعيل أن الله خلقكم، ثم تنكرون أنه يعيدكم مرة أخرى، مع أنه في ميزانكم أنتم، في ميزانكم ليس عند الله، في ميزانكم الإعادة أهون من البدء. فهذا الله يقول وهو أهون، فأيضا هذا حرمت الظلم على نفسي من هذا الباب بالنسبة لميزانكم أنتم. واضح مولانا؟ الآن أرجع إلى سؤالك وسأزيدك الآن جوابا. هو يقول ماذا يقول؟ يوجد أخوان، إنسان يحب الدين والأخلاق حتى قبل البلوغ وقبل التكليف، يعني الله زرع فيه حب الدين، والآخر من صغره لا يحب، بسم الله، من عفوا يلا إيه، والآخر من صغره لا يحب الدين، إذن هذا ليس بسبب، هذا من عند الله. اسمع الآن، نقول الأول الثاني الذي لا يحب الدين، هل الله أعطاه العقل والإدراك وبلغه وكذا؟ إذن أقام عليه الحجة، والثاني زاده إكراما، فهذا الله عدل معه والثاني تفضل معه عليه. وإذا تريد أن تقول اسمع، تريد لا 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 لا، يعني الله عدل يجب أن يعطي الكل متساوين، هذا ليس إله، ذلك فضل الله يؤتيه وإلا ليس إلها. والله لو الإله كما تقول المعتزلة يجب أن يفعل هكذا، هذا لا يفعل، هذا لا يجوز، هذا يجوز، هذا ممكن، هذا ليس إله. أنت وضعت له قانون وقلت له يا أيها الإله امشي على هذا القانون، هذا ليس إلها. نعم، فالإنسان الذي عنده مشكلة الله أقام عليه الحجة، والثاني الله تفضل عليه. ماذا قال الله في هذا المعنى؟ اسمع، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لاحظ هذا يا شيخ، ما اسمه؟ عبد السلام، أنا أعرف وزن لكن أسماؤهم صعبة. أي نعم، طيب غير اسمك حتى أستطيع أن، عبد السلام، إيه
ماذا كنا نقول؟ الله يجتبي إليه. ها؟ إذن لاحظ، الله يجتبي إليه من يشاء، يعني هؤلاء يحبب الله في قلوبهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، والآخر يعطيه فرصته كاملة، كاملة عقل وأنبياء وعلماء ويرشدونه ودلائل وكذا، ما أعطاه الرغبة، لكن هو يستطيع بإرادته أن يهتدي. نعم نعم. ها، الاجتباء هذا فضل من الله. الآن إن شاء الله الشيخ فاروق سيقول لي لماذا اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يختارني. الله فعال، خلاص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، يوجد سؤال أو ننهي الدرس؟ نعم نعم. أبي هاشم ابن أبي علي الجبائي، نعم. فهو يقول لا دليل لتوحيد الله من جهة العقل ويكفر كما تعلم، يعني هل نسبته إلى الله على حق؟ من يكفر من؟ أبو المعين النسفي يعني يكفر بقدحه. نعم، بقدحه الآية يكفره يعني بكلامه هذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني يقول إذا ترك الإنسان بعقله يحكم بمتعدد الآلهة. أبو هاشم، يعني الدليل نقلي فقط. يا سيدي، أنا الذي أعلمه أن هذه الآية الذي قال هي حجة إقناعية هو الإمام التفتزاني، تمام، وشنع عليه كثير من الناس وكادوا أن يكفروه، وقالوا هذه الآية من حيث دلالتها على وحدانية الله عز وجل حجة إقناعية لا حجة عقلية. لكن انتصر عبد العزيز البخاري تلميذ الإمام التفتزاني، انتصر له وبين معنى كلامه، والكلام طويل، أظن ذكره في المسايرة الكمال ابن الهمام، الكلام طويل. فإذا تحب أنت أن يعني نبين هذه المسألة والتفتزاني ماذا قصد، أنا هذا الخلاف بين أبي هاشم ومن؟ أبو المعين، أنا لا أعرف هذا الخلاف. أما إذا نفس المسألة تقصد، نفس المسألة، فالعلماء عندما يقولون هي حجة إقناعية بالنسبة لعبارتها، وهي حجة قطعية بالنسبة لإشارتها. وتعلمون أن أخذتم في أصول الفقه أن النص يدل بعبارته وبإشارته وبدلالته وبمقتضاه. فالآن ماذا تريد أنت من السؤال؟ هل يكفر من يدعي هذا؟ الإمام التفتزاني ادعى ذلك، ادعى أن هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه الآية حجة إقناعية على وحدانية الله، لأنها تدل على وحدانية الله في على فرض الاختلاف، أما في حال الاتفاق فلا تدل، تمام؟ نعم. والصحيح أنها بعبارتها هكذا هي، أما بإشارتها فتدل دلالة قطعية على أنه يستحيل وجود إلهين في حال اتفقوا أو في حال اختلفوا. لماذا؟ لأن، اسمع سيدي باختصار أنا سأكلم، ومن يقول هذا الكلام يعني وهو يقصد أنها بالعبارة تدل على شيء وبالإشارة، هذا لا يكفر، بل هو محق، هو محق. لأن اسمع الآن، أنت عندما تخاطب
لا أريد أن أطيل المشكلة، هذا سؤال يطول شرحه، لكن سأختصر بدقيقتين، استحملوني دقيقتين وسأنهي الدرس. القرآن يصلح للعوام وللعلماء، فالعامة يكفي أن أقول لك يا شيخ إسماعيل لا تتزوج إثنتين مثلا لأنه يحصل خلاف، هذا اسمه دليل إقناعي وليس عقليا، وليس عقليا، لأنه يمكن أن تتزوج إثنتين وتكونان كالسمن والعسل، عقلا يمكن هذا لا يختلفان، لكن إقناعا، إقناعا أنا أعرف يا شيخ زين هذا مستحيل عندكم، تمام؟ أي نعم هذا مستحيل عقلا ونقلا عندكم، تمام؟ لكن هذه اسمها حجة إقناعية وليست حجة عقلية. فبعضهم قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني في حال الاختلاف، بل كي يا أخي يوجد إلهان وهما متفقان، فهذه الحجة من هذه الناحية هي إقناعية وليست عقلية. لكن في الحقيقة لو يوجد إلهان واتفقا لفسدت السماوات والأرض، فعدم الفساد فساد السماوات والأرض يدل على وجود إله واحد ولو في حال الاتفاق. لماذا؟ لأنهما لو اتفقا فعلى وجود العالم في حال التطارد والتمانع، إذا اختلفا يعني أحدهما يريد إيجاد العالم والثاني لا يريد إيجاده، فإما أن يوجد مرادهما فيلزم التناقض، أو يوجد مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله. أما في حال التوافق فإما أن يوجد المراد بمجموع الإرادتين وهو مستحيل للزوم قدرتين على مقدور واحد، وهذا مستحيل، أو أرادا شيئا ووجد بقدرة أحدهما فالثاني عاجز، تمام، بطريق التقسيم. اسمع، بطريق التقسيم أيضا مستحيل. اسمع الآن، هذه الأرض سنقسمها قسمين ونقول اسمع سماء أرض، اسمع 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 شيخنا، سماء الإله أوجد سماء وإله أوجد الأرض. أنا أسألك سؤال، هل إله الأرض له تصرف في السماء؟ لا 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 لا، تمام، هذا الاختيار عدم التصرف هل هو ملزم به أو مخير؟ مخير. إذن ربما اختار شيء يخالف ما يريد الآخر، فإذا احتمل التخالف مثل أنت لا يتخالف لكن احتمال، كأنك تقول استغفر الله الآن، الله لا أحد يخالفه لكن يمكن أحد أن يخالفه الآن ويمنعه، وهذا يقضح في ألوهيته. فجواب سؤالك لو خلق هذا نصف الأرض وهذا نصف الأرض، نقول الذي خلق هذا له تصرف هنا؟ إذا له تصرف فهذا مقهور، وإذا ليس له تصرف فهو مقهور لأن إرادته ليست مطلقة، والإله لابد أن تكون، نعم، تمام مولانا. والكلام يطول يعني في هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.